خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيس السيسي يشيد بالتطورات الملحوظة والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية مع بريطانيا. رئيس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على إعلان نوايا مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري مع فرنسا. في مؤتمر صحفي سداسي، وزير الخارجية سامح شكري يشيد بدور الرئيس السيسي في تعزيز سبل التعاون والسلام والأمن بالمنطقة. الثالثة في القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأشاد الرئيس السيسي خلال الاتصال بالتطور الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين. كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمزيد من انخراط بريطانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، وكذلك العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر. من جانبه، ثمن رئيس الوزراء البريطاني الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا والزخم الملموس الذي تشهده العلاقات بين البلدين، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، معربا عن التطلع العميق لتطوير آفاق التعاون المشترك. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بارنو لومير، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء. وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في ضوء زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، وذلك من خلال المشروعات القومية العملاقة. من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لا سيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط. كما شدد وزير الاقتصاد على أهمية زيارته الحالية إلى القاهرة باعتبارها بداية حقيقية للتنفيذ الفعلي للمشروعات الكبرى الواردة في حزمة التمويل الشاملة التي تم التوقيع عليها بين البلدين يونيو 2021. وقد شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ المشروعات القومية المختلفة في مصر، خاصة في قطاعات النقل وتصنيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاتصالات والخدمات الرقمية وتدوير المخلفات وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي. دكتور كريم، بعد التحية، رئيس السيسي استقبل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، وأكد خلال اللقاء أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في ضوء طبعا تنفيذ العديد من المشروعات القومية. في أي إطار يمكن أن تضع هذه العلاقات؟
يعني طبعا بالفعل علاقات راسخه وقويه بين الدولتين. فرنسا شريك تجاري وشريك اقتصادي هام جدا للدوله المصريه طبعا، وده ظاهر من يعني الاستثمارات او حتى الشركات الفرنسيه التي لديها فروع في مصر. احنا بنتكلم تقريبا على اكثر من 165 شركه فرنسيه بتعمل في مجالات صناعيه هامه وحساسه، كمان بالاضافه الى يعني الاستثمار في مجال الخدمات الماليه والقطاع المصرفي، وايضا حتى يعني يمكن ان فرنسا من الشركاء ليس فقط يعني ليس فقط شريك في المجال الصناعي والتكنولوجي، كمان ايضا حتى في مجال النقل. طبعا يعني الشركات المصريه لها باع كبير جدا في مجال النقل، خاصه تتعاون في مصر في مجال مصر الانفاق، وكمان هي من الدول اللي هي مانح جيد للدوله المصريه وتقدم دائما دعم سواء فني او دعم مالي. بالاضافه على ان طبعا يعني ان معدل نمو التجاره بين مصر وبين فرنسا يعني شاهد في الفتره الاخيره زياده مستمره. يمكن احنا في عام 2021 بنتكلم تقريبا على 2.5 مليار دولار زياده في 2.5 مليار دولار حجم التجاره بين مصر وفرنسا، بزياده او معدل نمو يمكن يقترب من 15% عن الاعوام السابقه. وبالتالي طبعا يعني دائما بيتم الاشاره على ان فرنسا هي شريك اقتصادي وتجاري هام جدا للدوله المصريه. دكتور كريم، يعني مصر بالفعل بترتبط مع فرنسا بالعديد من المشروعات في قطاعات النقل وتصنيع السيارات الكهربائية، أيضا البنية التحتية، الذكاء الاصطناعي. برأي حضرتك المجالات الجديدة والمشروعات الجديدة التي يمكن أن تضاف إلى هذه القائمة؟ يعني طبعا نحن نتجه وبشدة إلى قطاع الخدمات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. طبعا يعني إحنا مصر بحكم إن إحنا بنشير إليها دائما إنها دولة واقتصاد صاعد، وبالتالي الدولة الاقتصادات الصاعدة بتبتدي تتجه بشكل تدريجي الى الخدمات وقطاع الخدمات، لان بنقول عليه بيقدم اكبر قيمه مضافه ممكنه الى الاقتصاد القومي. كمان في مجال الطاقه والتعاون في مجال الطاقه والهيدروجين الاخضر، دي ايضا مجالات يعني من المجالات اللي الجانب اللي الدول الاوروبيه بالكامل وايضا حتى الجانب الفرنسي بتهتم جدا ان هي تستثمر فيها في الدوله المصريه في هذا القطاع الهام. بالاضافه الى طبعا يعني مجال صناعه السيارات، طبعا يمكن كان في اكثر من شركه فرنسيه كبرى تريد ان تفتح لها مصانع سيارات كهربائيه في مصر او تبحث وتتشاور في مجال فتح مجال سيارات كهربائيه في مصر، خاصه طبعا ان يعني العالم اتجه الان نحو السيارات الكهربائيه، وخلال بضع سنوات سوف تصبح السيارات التي تعمل بالمحروقات يمكن يعني قديمه وملوثه للبيئه، وبالتالي يعني في اكثر من مجال واكثر من قطاع يمكن بيتم التداول فيه والتشاور من اجل التعاون به مع الدوله المصريه وفرنسا مع بعض. شكرا جزيلا الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على إعلان نوايا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسية، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين. يتضمن الاتفاق إنشاء منصة تعاون وتشاور لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير قدرات الإنتاج الصناعي والمشاركة في أنشطة اقتصادية وتجارية وابتكارية مفيدة للبلدين، إضافة إلى التعاون في مجال الاستثمار وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي لتطوير الشركات في القطاعات الرئيسية الناشئة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية تمويل بين مصر وفرنسا بشأن تمويل مشروع تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول لمترو الأنفاق، وذلك بقيمة 776.9 مليون يورو. يأتي هذا التوقيع في ضوء خطة لتطوير الخط الأول وتوريد كل ما هو جديد لمواكبة التطور الهائل في مجال النقل الجماعي الأخضر النظيف الصديق للبيئة، خاصة مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثاني للمحافظة على سلامتهما وصيانتهما لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لمستخدمي المترو واستيعاب الزيادة المضطردة في أعداد الركاب. كما شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف فرنسي بخصوص أعمال الأنظمة والسكك الحديدية وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. وتهدف المذكرة إلى التكامل بين أنظمة السكك الحديدية إلى جانب تصنيع وتوريد وضمان وصيانة الوحدات المتحركة، بما في ذلك قطع الغيار لمدة 8 سنوات.
مع الأخذ في الاعتبار خطة التوطين المحلية لصناعة الوحدات المتحركة بالتعاون مع الشركات المصرية المتخصصة، كما تأتي في إطار دعم العلاقات المصرية الفرنسية في شتى المجالات. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتعاون المقرر مع شركة ميرسك في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتموين السفن، مؤكدا دعم الحكومة اللامحدود لمثل هذه المشروعات الخضراء، لا سيما مع قرب استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم. جاء ذلك خلال لقاء هنيرتا تايجسين الرئيس التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية لشركة ميرسك العالمية، والتي أكدت أنه تم اختيار مصر كواحدة من أفضل الأماكن في العالم لإقامة مشروع الهيدروجين الأخضر لما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي استثنائي، وكذا ما تملكه البلاد من مقومات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة. هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة ميرسك العالمية، وذلك بشأن إقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن. يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار استهداف الدولة لمشروعات الطاقة النظيفة والتي تعمل على تنفيذها بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء. استمرارا لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعة المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء، قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة. وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها في أداء المهام الواجبات المكلفة بها لتأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاد المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، حيث تم ضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 115 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 5451 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 71 طن سلع غذائية مختلفة. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 55 طنا. أما في مجال حجب مواد البناء فقد تم ضبط 5287 طن حديد و24 طن أسمنت. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع السداسي لوزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والمغرب والبحرين وإسرائيل. صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. كان وزير الخارجية قد وصل أمس إلى إسرائيل للمشاركة في الاجتماع السداسي. هذا وقد شدد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية تعايش دولتي فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في سلام. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك أعقب اجتماع سداسي لوزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل. تلك المناقشات أعطتنا الفرصة من أجل تقوية العلاقات والترابط بين المواضيع المختلفة والعلاقات الهامة بين الإسرائيليين والفلسطينيين side by side in peace with recognized borders على الدولتين ان يعيشوا معا سويا جنبا الى جنب في سلام تام، وهذا ما تم تسليط الضوء عليه في تلك المحادثات والمباحثات.
إلى ذلك أشاد وزير الخارجية سامح شكري بدور الرئيس السيسي في تعزيز سبل التعاون والسلام والأمن بالمنطقة. وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحفي أن المباحثات سلطت الضوء على منع التدخلات الخارجية في شؤون الدول، بالإضافة إلى رفض كافة أشكال العنف وصور التطرف. العالم الدولي سواء كانت الدول العربية، المسلمين والمسيحيين وأيضا الترابط التي قد أظهرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز سبل التعاون والسلام والأمن في المنطقة. ومقاومة أي وسائل سلبية أو أي تدخلات أجنبية، وهذا ما سلطنا الضوء عليه مع المباحثات الأمريكية والإسرائيلية. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تقف بوجه العنف والإرهاب وتسعى لتحقيق التوازن بالعالم. ووجه بلينكن الشكر لمصر على مساهمتها في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط. نعم، نحن نقف بوجه العنف ونتصدى للإرهاب ونسعى لتحقيق التوازن بالعالم. ونحن نريد العالم كله في سلم وأمان. ولهذا نشكر قدوم مصر اليوم لتحقيق تلك السبل. ونحن من أجل تعزيز سبل التعاون والتسامح بين البلاد. وعلى هامش الاجتماع التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك لتناول عدد من القضايا الدولية والإقليمية. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن اللقاء يأتي في إطار مواصلة التشاور والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، والعمل من أجل دعم كل الجهود الرامية نحو تحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة. نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري ميسكوف أن يعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي عقب اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني اليوم. وأكد بيسكوف أنه لا يمكن لموسكو أن تتحدث حاليا عن أي تقدم في المفاوضات مع كييف، لكنه وصف مواصلة المفاوضات وجها لوجه بالأمر المهم. كما أكد بيسكوف أن بلاده في الوقت الحالي مستمرة بسياسة عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمفاوضات. أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن القوات الروسية قتلت 143 طفلا في أوكرانيا منذ 24 من فبراير عندما بدأت العمليات العسكرية في البلاد. وقالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني إن عدد الأطفال الذين أصيبوا منذ بدء العملية الروسية ارتفع إلى 216. وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات المتعلقة بالخسائر نظرا لصعوبة حسابها بدقة. أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن مدينة ماريوبول بشرقي البلاد تشهد وضعا إنسانيا كارثيا، لافتة إلى أن سكان المدينة المحاصرة والتي تتعرض للقصف منذ أسابيع يكافحون من أجل البقاء. وقتل حوالي 2000 مدني في ماريوبول بحسب حصيلة أعلنتها بلدية المدينة مؤخرا، بينما قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إن حوالي 100,000 شخص ما زالوا محاصرين في المدينة الاستراتيجية الواقعة على بحر أزوف. وفشلت عدة محاولات لفتح طريق آمن للمدنيين وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بانتهاك وقف إطلاق النار. وميدانيا تتواصل المعارك في بعض المدن المحاصرة،
مثل ميكولاييف التي تعتبر آخر حاجز قبل مدينة أوديسا أكبر موانئ أوكرانيا، والتي تتعرض للقصف المدفعي الروسي منذ أيام. وأعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية أن قواتها تتصدى لخمس هجمات في اليوم على الجبهة الشرقية في اتجاه منطقتي دونيسك ولوغانسك، حيث دمرت دبابتين روسيتين. اتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب أفعال غير مسؤولة حول محطة تشيرنوبيل لتوليد الكهرباء، مشيرة إلى أن القوات الروسية تتسبب في خطر إشعاعي جديد. وقالت إيرينا فارتشكوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن القوات الروسية تعمل على إطفاء طابع عسكري على المنطقة المحظورة حول المحطة التي شهدت أسوأ حادث نووي مدني في العالم عام 1986. من جديد تعود منطقة تشيرنوبيل إلى صدارة المشهد في الأزمة الأوكرانية مع اندلاع حرائق جديدة في منطقة محطة للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية. السلطات الأوكرانية دعت إلى نزع السلاح من المنطقة برعاية الأمم المتحدة، كما اتهمت روسيا بارتكاب أفعال غير مسؤولة حول محطة تشيرنوبيل لتوليد الكهرباء، والتي يمكن أن تؤدي إلى إطلاق إشعاعات عبر معظم أنحاء أوروبا. السلطات الأوكرانية لفتت إلى أن القوات الروسية تعمل على إضفاء طابع عسكري على المنطقة المحظورة حول المحطة التي شهدت أسوأ حادث نووي مدني في العالم عام 1986، وكانت روسيا نفت مراراً أن تكون قواتها تعرض المنشآت النووية داخل الأراضي الأوكرانية للخطر، متهمة القوات الأوكرانية سابقاً بالتسبب بحريق كبير في تشيرنوبيل. الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضحت أن الوضع الأمني في محطات الطاقة النووية الأوكرانية لم يتغير، كما اعتبرت أن حرائق الغابات حول تشيرنوبيل لا تشكل خطراً إشعاعياً كبيراً. يذكر أنه منذ إطلاق روسيا للعملية العسكرية في 24 من فبراير الماضي في أوكرانيا، استنفرت العديد من الدول الأوروبية ودول الناتو أمنياً، فيما تعالت الأصوات المحذرة من المساس بالمحطات النووية في البلاد، كذلك ارتفعت المخاوف من احتمال استعمال أسلحة نووية. أرسلت فرنسا قافلتين من المساعدات الطبية ومعدات الإنقاذ إلى أوكرانيا عبر رومانيا. ووصلت القافلة الثانية المؤلفة من 21 سيارة إسعاف حديثة تم شراؤها من خلال مساهمات من السلطات المحلية والشركات الفرنسية. كانت القافلة الأولى قد وصلت في وقت سابق إلى المركز اللوجستي الممول من قبل الاتحاد الأوروبي في سوسيفيا القريبة من الحدود الأوكرانية، وشملت 23 شاحنة تنقل إجمالي 49 طن من المعدات الصحية ومعدات الطوارئ. يأتي ذلك في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تنسيق مساهمات الدول في الاستجابة للكوارث. قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إن الحرب لا تدمر الحاضر فحسب، وإنما مستقبل المجتمع أيضا. وأشار البابا فرانسيس إلى أن هناك حاجة لنبذ الحرب باعتبارها مكانا للموتى. ودعا البابا فرانسيس مجددا لإنهاء الهجمات العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية تتسبب في نزوح طفل من بين كل اثنين، مؤكدا أن هذا يعني تدمير المستقبل والتسبب في صدمات مأساوية للأطفال.
قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافاروف إن الغرب اعتاد فرض عقوبات على روسيا بضرائع مختلفة. وأضاف لافاروف خلال مؤتمر صحفي أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن توضح أن الغرب وصل لمرحلة عميقة من العداء مع روسيا، لافتا إلى أن دولا تعرضت لتهديدات مباشرة وابتزاز لتغيير موقفها. وأشار لافاروف إلى أن لقاء الرئيسين بوتين وزيلنسكي لم يتم قبل التوصل إلى اتفاق على القضايا الرئيسية. انتقدت الخارجية الصينية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مؤكدة أن العقوبات لا تحل المشاكل ولكن تفاقمها، خاصة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي. وقال متحدث الخارجية الصينية وانغ وينين إن تلك العقوبات تؤثر على حركة التجارة بين موسكو وبكين، وإنها ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحها. كما حث المتحدث الصيني للولايات المتحدة على معالجة مخاوف بكين والامتناع عن إلحاق الضرر بالمصالح الصينية في أعقاب فرض عقوبات على موسكو. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته إلى كل من مجلس الوزراء والبنك المركزي وشركة غاز بروم لاتخاذ التدابير الضرورية لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا إلى روبل، وذلك بحلول 31 من مارس. وأوضح الكريملين أن القرار يشمل مجموعة من الإجراءات لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي اتخذت إجراءات تقييدية ضد مواطني روسيا وعدد من الكيانات القانونية الروسية إلى الروبل الروسي. حذرت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي من مخاطر انتشار جريمة الإتجار بالبشر في ضحايا أوكرانيا. وأشارت إلى أن ملايين الأشخاص يواصلون الفرار من ديارهم ومعظمهم من النساء والأطفال. وأكدت والي أن الأشخاص الذين فروا من النزاع في أوكرانيا معرضون بشكل خاص لخطر الإتجار بالبشر والاستغلال، وكلما طال أمد الصراع زادت احتمالية تعرضهم للاستغلال في ظل سعيهم لبدء حياة جديدة. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مفوضية اللاجئين بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة إلى أن من بين أكثر من 3.6 مليون لاجئ من أوكرانيا حوالي 90% من النساء والأطفال. قال المستشار الألماني أولاف شولز إن حلف شمال الأطلنطي الناتو لا يسعى إلى إزاحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منصبه كحاكم لروسيا. ودعا المستشار الألماني بوتين إلى الموافقة على وقف إطلاق النار وإنشاء المزيد من الممرات الإنسانية في أوكرانيا. كما حذر شولتس من أن ألمانيا لن تتردد في فرض عقوبات جديدة ضد موسكو إذا اقتضت الضرورة. دعت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا إلى مزيد من الدعم الدولي لبلادها لوقف خطط روسيا في التمدد إلى دول أخرى، وذلك على حد وصفها. وأثنت ماركاروفا على قيادة واشنطن للجهود العالمية لوقف العملية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن بلادها بحاجة إلى كافة أنواع الدعم العسكري والمالي والإنساني. قرر عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو إلى استئناف الدراسة بالمدارس في العاصمة الأوكرانية كييف من خلال التعلم عن بعد عبر الإنترنت. وقال إن استئناف العملية التعليمية في العاصمة سيكون أكثر تكيفا مع الظروف الحالية، لافتا إلى ضرورة أن تعيش المدينة وأن تعمل حتى في مثل هذه الظروف الصعبة من الأحكام العرفية. بدأت اليوم الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية في فرنسا لتترك أمام المرشحين مهلة أسبوعين لحشد الناخبين قبل الجولة الأولى المقررة في 10 أبريل القادم. وتكشف استطلاعات الرأي عن تقدم إيمانويل ماكرون رئيس المنتهية ولايته بفارق كبير عن مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، ويتبعهما جون لوك ميليشتون ويتنافس إريك زمور وفاليري بيكراس على المركزين الرابع والخامس.
أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أهمية تفعيل الجهود المشتركة المصرية القبرصية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وكذا أزمة الطاقة العالمية، وذلك استنادا إلى عوامل القرب الجغرافي والروابط التاريخية بين البلدين. جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال ترأسها ونظيرتها القبرصية ناتاسا بيلينتسا الفعاليات منتدى الأعمال المصري القبرصي المشترك بحضور عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية. تجدر الإشارة إلى تدشين مصر وقبرص اللجنة العليا للتعاون الثنائي على المستوى الرئاسي خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي بحثت تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري، وهو ما يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم، ويؤكد الرغبة السياسية المشتركة لتفعيل وتطوير المشروعات القائمة وإطلاق مجالات جديدة للتعاون. نحتاج إلى تقديم دعم عملي للشركات التي تقدم أعمالنا المشتركة معنا، ونحن بالفعل لدينا علاقات ثنائية ممتازة بدءا من رئيسنا ومرورا بعالم الأعمال. لذا نحن كوزارة موجودة هنا لتقديم الدعم من خلال الخدمات التي نوفرها من خلال المعلومات والإرشادات، وأيضا للتأكد ولضمان من أن الشركات التي ترغب في القيام بأعمال تجارية في قبرص يمكن أن يكون لها مسار سريع وسهل من خلال خدماتنا المستمرة. كما نريد أيضا أن نرى المزيد من الشركات القبرصية تستثمر في مصر، وهي في نفس الوقت تعمل على ترسيخ الروابط مع الشركات وجمعيات الأعمال هنا ومع رجال الأعمال الذين يحضرون هذا المنتدى. ويسعدنا أيضا أن تكون لدينا مشاركة كبيرة جدا من قبرص ومصر، ونأمل أن تكون هناك مناقشات مجدية في هذا الأمر. النهاردة لقاء من اللقاءات الهامة جدا في إطار التعاون الثلاثي السياسي بين القيادة السياسية في كل من مصر وقبرص واليونان. وطبعا هذا التحالف الهام جدا سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي بيؤدي ثماره النهاردة، زي ما احنا شايفين عدد كبير من المسؤولين القبرصة، عدد كبير من الشركات القبرصية جاية مصر وبيجوا بشكل متكرر في إطار التعاون. أهلا بحضرتكم من جديد. نوالي تقديم نشرة الأخبار. افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير معرض ومنافذ السلع الغذائية خير مزارعنا لأهالينا بحديقة الأرمان بالجيزة. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان المبارك. في حديقة الأرمان بالجيزة أقيم معرض خير مزارعنا الأهلنا، والذي دشنته وزارة الزراعة لتقديم مختلف السلع الغذائية ومنتجات وزارة الزراعة بأسعار مخفضة مقارنة بنظيراتها في الأسواق تخفيفا عن كاهل المواطنين. الأسعار هنا بتنخفض، يعني سعر اللحوم زي ما حضراتكم شفتم بحوالي 130 و 135 يعني المشفية. الأسعار كلها زي ما حضرتك شفت، السكر، الزيت، المكرونة، الخضروات، البطاطس، الموالح، كل الحاجة موجودة، الفول، العدس، كل التمور على مستوى عالي، كلها أسعار بتقل عن السوق حوالي من أكثر من 20 إلى 30%. المعرض الذي يشارك فيه نحو 25 عارضاً ويقدم حوالي 300 سلعة غذائية شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث يقدم المعرض مختلف السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار تنافسية من مزارع الدولة إلى المستهلك بشكل مباشر دون أي وسطاء. احنا النهارده في هذا المكان عاملين معرض للمنتجات الغذائيه والسلع باسعار تنافسيه على مساحه حوالي 800 متر، في حوالي اكثر من 25 او 22 عارض، جميعهم لهم علاقه بالزراعه ووزاره الزراعه ومن مزارع وزاره الزراعه. جميع المنتجات موجوده على اساس ان احنا موفرين السلع، ما فيش سلع مش متوفره ان شاء الله. وخير مزارعنا الاهالينا زي ما حضرتك شايفين اللحمه ب 135 و 125، كرتونه البيض ب 50 جنيه، السكر ب 10، الرز ب 10، الزيت، كل جميع انواع المنتجات عليها خصم 40%. المعرض زي ما حضرتك شايف ما شاء الله عامر بالناس، في حركه تسويقيه كويسه. فخامة الرئيس يشكر على الفكرة الرائعة ديت اللي هي معرض خير مزارعنا لأهالينا، ده حاجة كويسة جدا.
تأتي هذه المبادرة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لمحاربة المحاولات الاحتكارية لبعض التجار، وحرصا على تلبية رغبات المواطنين بتخفيض السلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان الكريم. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. أكدت وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن القوافل العلاجية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة تتم بشكل شهري ودوري بنطاق ومدن محافظة البحر الأحمر. وأوضح وكيل وزارة الصحة والإسكان بالبحر الأحمر إسماعيل العربي أن تلك القوافل قامت بإجراء كشوفات طبية وفحوصات لعدد 1794 شخصا خلال شهر مارس من خلال 8 قوافل داخل 9 قرى ومدن مختلفة. عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماعا لمتابعة أعمال الأنشطة الخاصة التي يتم تنفيذها من قبل الهيئة المصرية بمختلف المحافظات، وذلك في إطار المشروعات القومية الكبرى. واستعرض وزير الري خلال الاجتماع مساهمة الهيئة ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرية حياة كريمة، وذلك لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بالمواقع التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة، حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ ما يقرب من 3224 موقعا بمختلف محافظات الجمهورية، كما تساهم هيئة المساحة في العديد من المشروعات القومية الأخرى. تواصل معارض أهلا رمضان بمختلف محافظات الجمهورية استقبال المواطنين لشراء السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة. يأتي ذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع خلال شهر رمضان المبارك. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تتواصل فعاليات معرض أهلا رمضان بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% وبمشاركة كبرى الشركات الغذائية، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية. بالنسبة للسلع، كل السلع هنا متوفرة وفي خصم بين هنا وبين بره تقريبا من 20 لـ 25% نزل على كل المنتجات سواء لحوم أو دواجن أو بقوليات، وكل الشركات العارضة برضو موجود، برضو معنا شركة الجملة، معنا القطاع الخاص، القطاع الخاص متمثل في شركات كتير، برضو كلهم مرتبطين بأسعار. حتى في ظل الارتفاع اللي زاد في خلال الأسبوع أو العشرة أيام اللي فاتوا، الأسعار برضو بالنسبة موائمة البرة برضو فيها تخفيض من 20 لـ 25%. منافذ المعرض المنتشرة في العديد من المحافظات تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين لشراء السلع الغذائية، وذلك وسط تنافس بين العارضين على طرح السلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بتخفيضات بدأت من 20% وصولا ل30% على بعض المنتجات. ما شاء الله الأسعار جميلة جدا وفي متناول الجميع، والزيت موجود والسكر والمكرونة وكل أنواع التمور والمكسرات بسعر كويس جدا أرخص من السوق. معرض جميل جدا وحاجات جميلة جدا، متنوعة الأشكال من زيوت وسكر وسمنة وحاجات رمضان جميلة، ويا رب دايما يا رب، وأسعار جميلة قوي جدا. الأسعار ما شاء الله كويسة وكل حاجة موجودة، الزيت موجود والسكر والتمر جبنا كل حاجة. تاني مرة أجي وما شاء الله الأسعار في منتهى يعني موجودة، كلها موجودة في متناول الجميع. جهود كبيرة تبذلها الدولة من خلال أجهزتها المختلفة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة في مختلف المواسم والمناسبات، تلبية لاحتياجات المواطنين وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار. أشادت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجهود علماء وخبراء مصر بالخارج في الإسهام بقوة في إنجاح مؤتمرات مصر تستطيع والاستمرار في تبادل الخبرات مع العلماء بالداخل. وثمنت وزيرة الهجرة خلال استقبالها 2 من خبراء مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، اتاحت الفرصة أمام الشباب المصري للانطلاق بدعم من علماء وخبراء مصر بالخارج لتعظيم عدد المتخصصين في التكنولوجيا من الشباب المصري، موضحة أن اللقاء يأتي ضمن الاستفادة من جهود علماء وخبراء مصر بالخارج في دعم استراتيجية الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات إلى الوطن.
أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن الدولة تعمل على دراسة لتأثير تغير المناخ في مصر وتحليل للوضع الراهن لأثار تغير المناخ لجمهورية مصر العربية على المسار والمستوى الاقتصادي والاجتماعي. وخلال كلمتها في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بمعهد التخطيط القومي تحت عنوان التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أكدت الوزيرة أن قضية تغير المناخ من القضايا الحتمية التي تحدد وجود البشرية على كوكب الأرض. وأضافت وزيرة البيئة أن المواطن أصبح يلاحظ الآن قضية التغيرات المناخية من خلال كمية الأمطار التي لم تكن موجودة في مثل هذا التوقيت. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن تمكين المرأة هو أحد الأولويات الوطنية للدولة بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن سد الفجوة النوعية بين الجنسين من الأمور المهمة لأي استراتيجية. جاء ذلك في جلسة ضمن جلسات منتدى المرأة في الحكومة الذي يعقد في إطار فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات بالإمارات، حيث أكدت وزيرة التخطيط أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء وصلت إلى 24% ونحو 27% في البرلمان. نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية للفروسية والتي استضافها وادي الفروسية المطلة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط. ويأتي ذلك بعد قيام الوزارة بتطويره بتوجيهات من رئيس الجمهورية لاستضافة كافة البطولات الخاصة بالفروسية محليا ودوليا ولدعم رياضة الفروسية لكل المصريين. يرتفع صهيل الخيول بين جنبات وادي الفروسية معلنا عن بدء فعاليات بطولة كأس الجمهورية للفروسية بالوادي في صورته الجديدة المتميزة التي وصل إليها بعد قيام وزارة الداخلية بتطويره تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الإطار، ليصبح ملتقى البطولات المحلية والدولية ويسهم في دعم رياضة الفروسية في مصر لكل المواطنين. صراحة من ساعة لما ابتدى البطولات تيجي هنا في وادي الفروسية الموضوع بقى فارق معانا قوي، لأنه المكان مجهز بكل الخدمات اللي احنا محتاجينها. هذا المكان يصلح أن يتعمل فيه بطولات دولية كبيرة وعلى مستوى عالي جدا. على مدار 3 أيام تواصلت فعاليات البطولة برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصري للفروسية وبمشاركة واسعة من أندية الفروسية والفرسان الذي وصل عددهم إلى 224 فارسا لمسابقة قفز الموانع و14 فارسا لمسابقة الترويض و41 فارسا لمسابقة التقاط الأوتاد بالسيف والرمح و125 فارسا في البطولة المفتوحة. تخلل فقرات البطولة مشاركة مجموعة من ذوي الهمم في استعراض مهاراتهم في قفز الموانع. سعيد جدا بمستوى التجهيزات اللي موجودة في المكان، سواء مدرجات الجماهير تقدر تتفرج منها أو الأرض نفسها والتجهيزات اللي بتحصل فيها. أنا مبسوط جدا إن أنا معاكم النهاردة وسعيد بيك وسعيد بكرم الضيافة. تم إعداد اسطبلات ذات سعة كبيرة لإيواء الخيول المشاركة وفندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة التنافس ومطاعم، فضلا عن سيارات كهربائية للتنقل داخل وادي الفروسية وسيارات إسعاف بأطقمها الطبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. احنا
احنا هنا عندنا في المستشفى البيطري كافه الاجهزه من سونار اكس راي رنين شوك ويف بتاهلنا ان احنا نتدخل في اي حالات طارئه. شهدت ملاعب وادي الفروسيه الممهده وفقا لاعلى المقاييس الدوليه في رياضه الفروسيه تنافسا بين الفرسان المشاركه لاعتلاء منصه التتويج في رياضات قفز الموانع والترويض والتقاط الاوتاد. ده تقريبا افتتاح الارض بتاعت الكله. الارض هايله، تجهيز هايل، الارض موفره لي الاستابيليتي دي كلها، وموفره لي الثقه في الحصان، وموفره لي الثقه في الخطوه ان انا اعرف اتحرك فوق الحصان. مكان هايل كمانجمنت، كانشاءات، كنظافه، ما شاء الله حاجه يعني يتشرف ان هي تكون موجوده في مصر. وقد عكس اداء الفرسان بخيولهم مدى الشعور بالراحه على هذه الملاعب التي تفجر طاقاتهم في المنافسات وتساعدهم على إخراج مواهبهم في الفروسية. الشكل بصراحة حلو جدا، والأراضي نظيفة جدا جدا جدا، والنادي نفسه بصراحة حلو، فالأرض يعني من كتر ما هي نظيفة وحلوة تحسسك اللي هو إيه اجري. الحكام جهز لهم مبنى يوفر لهم رؤية واسعة لكل الملاعب في وقت واحد. أفضل حاجة إن أنا ببقى محتاجها اللي هي الرؤية الجيدة للمكان. شايف جميع الاتجاهات بتاع الفارس من أول دخوله، من أول خانة التسخين لغاية خانة المباراة نفسها. وقد أشاد الفرسان والحضور بجاهزية ملاعب وادي الفروسية لاستقبال كافة منافسات الفروسية الدولية والمحلية من مرافق وملاعب واسطبلات، مؤكدين أنه إضافة قوية للرياضة الفروسية في مصر يحق لكل المصريين أن يفخروا به. جهد فظيع من وزارة الداخلية ومن الضباط هنا ومنظمين كويس، كل إمكانيات موجودة، أي حاجة بنطلبها بنلاقيها. بطولة منظمة جدا، حتى الناس استقبلتنا حلو جدا، والضباط اللي هما البنات وزعوا علينا برضه حاجات، فلا أوفر أول يعني المكان بجد تحفة. في أي بي يعني ما شاء الله، اسطبلات كويسة، حصان عارف مستريح في بوكسه، كل حاجه موجوده، الووكر موجود اللي يتمشى في الخيل، دي اهم حاجه بحيث ان الخيل بعد ما بتخلص بدل الاستاس ما يمشوه على ايديهم، في ووكرز ممكن تمشي فيها. ارض التسخين قريبه من ارض البطوله، الاستابل قريب برده من الارض. مكان واسع وفي اوتيل حلو وفي مطعم حلو جدا. المكان بصراحه فيه كل الفاسيلتيز اللي تؤهله انه يبقى مكان دولي. الملاعب مزوده باحدث وسائل الاضاءه والموزعة بشكل مناسب وفقا للمقاييس الدولية المعتمدة في مجال الرياضة الفروسية. في مدربين على أعلى مستوى بيدربونا وما بيبخلوش علينا بأي معلومة، وده قليل تلاقيه في أي حتة تانية. حاجة تشرف، الواحد بيبقى سعيد وهو بيجي هنا، بقالنا سنين ما بنحضرش بطولات في المكان هنا. تطورات طبعا كل الناس شايفينها، ويقدر يستقبل أي بطولات دولية وجمهورية وكل حاجة. بطولة كأس الجمهورية للفروسية هي الثانية التي يستضيفها الوادي منذ تطويره بعد أيام قليلة من بطولة الجمهورية لقفز الموانع، وهو ما يؤكد على الجاهزية والاستعداد لاستضافة أي فعاليات تنافسية في الفروسية في أي وقت وبأي عدد. تتسم الخيول العربية بخفتها وجمالها ورشاقتها وسرعتها، ومصر لها باع طويل في تربية هذا النوع من الخيول. وادي الفروسية الذي طورته وزارة الداخلية مؤخراً يسهم بشكل فعال في الارتقاء بالرياضة الفروسية في مصر وتدعيم الريادة المصرية في هذا المجال باستضافته العديد من البطولات الدولية والمحلية في رياضة الفروسية. من وادي الفروسية، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
وافقت وزارة الإسكان على الإعفاء بنسبة 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان. وذكرت وزارة الإسكان أن هذه التيسيرات تسري في الحالات الساري تخصيصها والحالات التي صدرت لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وسجل رأس المال السوقي 724.4 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 6.2 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 11240 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 52% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة. وهبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 2897 نقطة. وللمتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد سعد، خبير أسواق المال. أستاذ أحمد، كيف ترى أداء البورصة اليوم؟ أهلا وسهلا. سوق النهاردة بنسبة 6 مليار 204 مليون، 2 مليار 293 مليون السندات، 1 مليار 62 مليون أسهم، 2 مليار خارج المقصورة ونقل ملكيات. طبعا السوق النهاردة 13 سهم أدى الارتفاع و 19 سهم انخفاض و 6 لم يتغير. قابت القطاعات النهارده قطاع المواد الاساسيه بنكسب 247 مليون حوالي 23% من السوق، اللي قطاع البنوك 129 مليون، اللي قطاع العقارات، اللي الاتصالات، اللي الخدمات الماليه غير المصرفيه. طبعا النهارده السوق كان بيع ملحوظ من المؤسسات المصريه اثر اقتراب الربع الاول من السنه وعمليات توزيع الارباح وعمليات كمي ارباح باقتراب الربع الاول من السنه. نعم. طيب اذا ما نظرنا الى اهم القطاعات الرابحه واسباب صعودها من وجهة نظرك، أيضا القطاعات المتراجعة كيف ترى أسباب تراجعها؟ طبعا بالنسبة للمؤشر 30، طبعا مستوى 11,042، طول ما فوق مستوى 11,150 يقل صعود مرة أخرى 11,650. بالنسبة للمؤشر 70 هو أغلق عند 1900، طبعا الاستقرار فوق 1900 يقل مرة أخرى الصعود إلى 2000. أهم القطاعات النهاردة قطاع المواد الغير الأساسية، طبعا ارتفاع تضخم والاسعار العالميه ادى الى اقبال ملحوظ بالمؤسسات الاجنبيه والعربيه والافراد المصريين على قطاع الموارد وقطاع العقارات بشكل ملحوظ النهارده في السوق. نعم، اشكرك جزيلا استاذ احمد سعد، خبير اسواق المال. انتهت نشره الاخبار، واليكم اهم ما جاء فيها. خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس السيسي يشيد بالتطور الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية مع بريطانيا. رئيس الوزراء يشهد مراسم التوقيع على إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري مع فرنسا. في مؤتمر صحفي سداسي، وزير الخارجية سامح شكري يشيد بدور الرئيس السيسي في تعزيز سبل التعاون والسلام والأمن بالمنطقة. ختام النشرة الثالثة أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.